حلو يطيروا. Et tu marches fier, rien n'est plus confortable que le cœur d'une mère. Elle est celle qui me conseille, ma grand-mère, ma père, ma mère, 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 وبالك انه انا بعرف شو انت حرت قلبك شو، وان شاء الله نقدر نعمل عن جد هالعالم اولادنا، لانه ممنوع اولادنا تموت على الطريق، ممنوع مشان تغيرهم يكون مبسوط، مزبوط، ممنوع يسرقوا هن لانهم عم يتسلوا ونحن اولادنا تموت. ليليان كان عمرها 45 سنه، كانت عامله كثير اشياء، طلال بعد ما شاف شيء ما عمل شيء بعد. بعد ما عمل شيء نحن قلنا حق نشوف اولادنا مرتاحه ومبسوطه، نحن بنشوف حالنا باولادنا، ممنوع الموت، ممنوع الموت، الدوله لازم مفروض فيها تاخذ تدابير، امه طلال ممنوع يحترق قلبها، انا امي ممنوع يحترق قلبها، شوف الدوله تاخذ تدابير، قانون السير بعده من 2005 باللجان النيابيه، تفضل تاخذ الدوله قرارات. مش كل يوم حدا لازم يموت. ما سحلك الله يرحمه لانه بتقهر هالكلمه. الله يصبركم. الله يصبركم. الله يصبركم. الله يصبركم. وخليكم اياهم يا رب. شو بيعني كل يوم وجود النواب والوزراء تضامنوا معك بعض الوزراء اليوم؟ انا ما بهمني بس يتضامنوا معي، انا بهمني يتضامنوا مع كل اهالي الضحايا تبعونا. ما في بس طلال، ما بقى بدنا يكون في طلال، ما بقى بدنا يكون في طلال. هلا بقى على الطريق خلص هيدا، وان شاء الله ان شاء الله يبلشوا يفعلوا. شو بتقول لطلال اليوم؟ بحبه كثير. انت يا حبيبتي شو بتقولي له لطلال اليوم؟ بنحبك، بنحبك كثير وكثير حنشتاق لك. شو بدك تقول اليوم لطلال؟ شو بتطلب من الدولة؟ ما في دولة، حتى ما في أصلا دولة، ما في دولة، ما كان صار في هيك، ما حق عليه. تغيب الدولة حيث وجب حضورها وتحل متضامنة وصامتة حيث لا ينفع تسجيل المواقف. سلمى الحاج، الجديد. تغيب الدولة حيث وجب حضورها وتحل متضامنة وصامتة حيث لا ينفع. تغيب الدولة حيث وجب حضورها وتحل صامتة ومتضامنة حيث لا ينفع تسجيل المواقف. سلمى الحاج، الجديد. تغيب الدولة حيث وجب حضورها وتحل صامتة ومتضامنة حيث لا ينفع تسجيل المواقف. من الرمل البيضاء، سلمى الحاج، الجديد. نمشي حتى نقولن. ترمي لمين عم تمشي اليوم؟ طلال. شو بدك تقولي له لطلال؟ انه ما بقى لازم تمشي بلا ما تسأل امك بيك. الواحد ما في غيره، لانه هالشخص اللي عم بيقتل عم بيسيء استعمال هالاله، يقشطوا درايفنج لايسنس فور لايف، وما بيكون حتى عنده الحق انه ياخذ انترناشونال درايفنج لايسنس.
مثل ما اللي حامل سلاح وما بيعرف يستعمله بسلاح عم بيقتلوا زلمي واحد، بسيارات عم بيموتوا كل أربع خمسة سوا، بيقشطوها فور لايف، منه صالح انه يسوق. بفتكر هيدا اليوم اذا عملكت الوزراء معكم اليوم، اذا عملوا هالشي مع عشرة بس بلبنان بركي تتربى العالم، تتربى العالم تصير تعرف تسوق. مشاركة الوزراء اليوم شو بتعنيكم انتو؟ انا كنت ناطرة موقف، انا كنت ناطرة موقف، يعني تفاجأت انه ما في موقف، بس ما بعرف يعني انا متأكدة انه متعاطفين مع العالم، بس الجمرة ما بتحرق الا محلها. كرمال مين جاية؟ كرمال طلب. شو جاية تعمل؟ شو بدك تقول انت اليوم؟ ليه جاي كرمال طلال؟ شو عمل طلال؟ مات. بحق عمين؟ حق على السيارة. تذكرنا انه انت خيو. تغيب الدولة حيث وجب حضورها وتحل متضامنة وصامتة حيث لا ينفع تسجيل المواقف. من الرمل البيضاء، سلمى الحاج، الجديد. تغيب الدولة حيث وجب حضورها وتحل متضامنة وصامتة حيث لا ينفع تسجيل المواقف. من الرمل البيضاء، سلمى الحاج، الجديد. اللي عندهم بطبخ لهم. أنا خيو للشاب حسن نايف شمس اللي ضربته شاحنة الدفاع المدني على المريجي بال 2005، اللي كان عم بيسوقها شاب عمره 20 سنة، عطيه المدير عام الدفاع المدني بطاقة مزورة يقدر يسوق، هو ما معه دفتر سواقة سيارة. هو عطيه المدير بطاقة مزورة؟ مدير عام الدفاع المدني مضيله بطاقة يقدر يسوق هاي الشاحنة اللي هي توت مارك، هي الشاحنة 35 طن بدها توت مارك. هو الشاب ما معه دفتر سواقة سيارة، يعني لا يحصل عليها هاي البطاقة لازم يكون معه دفتر سواقة سيارة شاحنة، مش سيارة، هو سيارة ما معه أساسا. ومدير عند مركز المريجل أعطاه الشاحنة رايح يجيب سندوتشات بشاحن الدفاع المدني اللي هي أساسا لإطفاء الحرائق وإنقاذ الناس. القصة أكيد الكل بيعرفها ومتذكرة. اليوم صحيح. أنت عم تتضامن يعني بصفة أنه أنت نفس الوجع مع أهله لطلال؟ نحن أكيد نحن نفس الوجع مع أهله لطلال، ويا ريت اي واحد، يعني احنا اول شغله هذا مش مسؤوليه المواطن بس، مسؤوليه في مسؤوليه على الدوله. نحن بموضوعنا يعني مشكور معالي الوزير قام بخطوه اللي هي رفع الحصانه، وزير بارود، الوزير بارود قام بخطوه منيحه بعد ما استكملها اللي هي رفع الحصانه عند درويش حبي او علي شري. رفع الحصانه عندهم جلسه الاسبوع الجاي بالمحكمه، عندهم جلسة للتحية معهم، هي مجرد رفعة، هي إداني لإلهم. هلا أنت شو بدك تقول؟ قلت لي بدكم تحطوا كل شيء، قل لي شو اللي بدك تقوله؟ نحن أول شغلة هلا القضاء، إنه نحن ما كتير معولين على القضاء. والكل صار يعرف إنه مدير عام الدفاع المدني هو بيقولوا هذا تابع للمر، ما حدا بيقرب صوبه. ومدير مركز المريجي هو بحزب الله ما بيقرب صوبه، هي أكيد حتشيلوها هلا أنتوا هيدي. ست مريم بسام بشيلها. رح نحطها. نحن من 2005 بنناشد الرؤساء ثلاثة انهم يتحركوا ويوقفوا ويشوفوا شو اللي صار على الارض. خي ضل خمس ساعات على الارض شيلوا شاحن الدفاع المدني اللي هي لازم تنقذ الناس قبل ما يشيلوا خي ضل خمس ساعات على الارض عم بينزف، وشيلوا وغيروا كل شيء وحاولوا يطمطموا كل شيء ويكدوها. طيب اليوم شو رسالتك؟ ويكبوها. اليوم انا بقول ما في شيء اسمه قضاء وقدر. انا بقول له لحسن، حسن لا بينتمي لا لحزب ولا لطائفة، حسن كان ينتمي لوطن ولا دولة، واذا هاي الدولة ما اخذت له حقه لحسن، حسن عنده أخوة رجال وأصدقاء رجال بيقدروا يأخذوا له حقهم بإيده. ما رح نشيله، رح نحطه. Why not dinner?